ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه النهارده؟ وحشتوني قوي. اول حاجه طبعا هبدا بقى الفيديو ان انا اشكركم، شكرا جدا على 1000 مشترك، وشكرا جدا ان انا كل يوم بزيد، وشكرا جدا ان انتوا بكده نكبر مع بعض والقناه تنجح معاكم وتبقوا انتوا اهلي، بجد انتوا عيلتي الجديده. اصلا بحب جدا اقرا الكومنتات جدا جدا والله العظيم، بجد لو بيحصل اي حاجه وحاسه ان نفسيتي وحشه بفتح القناه واقرا كومنتاتكم، شكرا جدا ليكم. يلا بقى تعالوا النهارده هعمل لكم اكله، هي اسهل اكله في التاريخ، اسهل اكله اصلا ممكن تتعمل، واحلى اكله وكل الناس بتحبها، ما اعتقدش ان في ناس مثلا ممكن ما تكونش بتحبها. انا عن نفسي بعشقها جدا، وعبد الله بيعشقها جدا، وعند ماما في البيت كلهم بيعشقوها جدا، بحبها جدا، وهي اكله اصلا مكوناتها سهله جدا. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. نشوف وصفات الاكله اللي احنا هنعملها مع بعض. معانا مكرونه وصلصة وطبق فيه فلافلية شطاية بصلاية لحمة مفرومة. طبعا الاكلة دي معروفة جدا واكثر الناس اصلا بتحبها، ما اعتقدش طبعا ان يكون في حد مش بيحبها. الاكلة دي بجد تحفة جدا وكلنا بنعشقها، اي حد بيحب اكيد الاكلة دي. نيجي طبعا نقطع الفلافلية زي البصلاية بالظبط، بتدي طعم وريحة تحفة. انت بحب اكل فيها كده، جماعه ما طلعتش، جماعه ما طلعتش اسهل اكله ولا حاجه، بجد دي صعبه قوي وعيني باظت. يا جماعه بقى هنحط المكرونه ترجمة
شايفين يا جماعة المكرونة وحلاوتها؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ شايف يا عبد الله؟ جميلة، بسم الله ما شاء الله. يلا يا جماعة اكتبوا لي في الكومنتات عايش وشجعوني اكتر. ودي الاكلة اللي انا بحبها انا وعبد الله جدا. تحبها يا عبد الله طبعا صح؟ امال ايه، كلنا بنعشقها، مفيش حد بيحبش الاكلة دي. يلا اكتبوا لي في الكومنتات وشجعوني، واكتبوا لي تعليقات كتيرة، واكتبوا لي في الكومنتات عايش وشجعوني. وهنا بقى ماما كانت كلمتني ان انا اروح اقعد معاها شويه، فانا كنت بصور لكم الطريق وانا رحلها. ده الطريق اللي بيني وبين بيت ماما بجد، كورنيش دمياط ده بحبه قوي، وبالذات بالليل يعني بالنسبه لي، فدي بتبقى خروجه لوحدها اصلا، بيبقى الجو تحفه قوي. طبعا انا رحت لماما لقيت المفاجاه الجميله دي عاملينها لي عشان عيد ميلادي. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا نادر، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا حالا حيا غرفة صب، هيكون عيد ميلاد الليلة. بصوا بقى يا جماعة حبايب قلبي الحلوين الجمال جايبين لي ايه، تعالي كده وريني وريني يا فروحة. نبدأ بهدية فروحة، يلا يا فروحة وريني. اول حاجه جبت لك مونيكير. الله، لونها حلوه قوي. ده اول هديه يا جماعه، ثانك يو، عارفه انا بحب المونيكير. وشكرا على قلبي قلبي الصغير لا يتحمل. انت داخلالي من صغراتي، داخلالي من صغراتي يا جماعه. الشوكولاته دي احلى اللي لاعبين لي كده اصلا الشوكليت. ميرسي. اتي بس اللي جايبها جواها حاجه. بصي معاها ايه؟ الله، انت مزوقه يا جماعه، شايفين عامله شغل وحركات، اقسم بالله شغل وحركات. انت جايبه الماما دي في الماما قام جايبها الشنطه. طب ايه، وريني ده انت جايبه شوكليت. شوكليت هي دي اللي انا عايزاها، هي دي اللي انا عايزاها، هي دي اللي انا عايزاها. انت جايبه الشوكليت دي كلها بكام؟ كل سنه وانت طيبه يا ندى، سنه سعيده عليكي، كل خير، تقدم سعادة دايما يا رب، يا رب تكوني مبسوطة وتكوني سعيدة في حياتك، ويقدرنا ربنا يا رب. قلب الصغير لا يتحمل. قولي يا نص اختي يا جماعه، نص طبعا هيبقى فينا. بصوا انت طيبه بنت عبير ابو مليون سنه، احنا عملنا هنا مفاجاه، عملناها لنا جيت لقيت في تورته خالص يعني. والله يا جماعه بس احلى مفاجاه بجد، والله فرحت جدا بيها بترتيب بابا، بس هو نايم، بس والله اللي جايب كل حاجه عادي اصلا يعني، حاسه اني عارفه كل حاجه بس لا لا. وانا والله برده جاي. محمود طبعا برده عارفينه. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبه يا رب كده عقبال مليون سنه. قولي يا ماما كلمي. سنه وانتم طيبه يا ندى، وسنه سعيده عليكي يا حبيبتي، وربنا يحقق كل اللي بتتمنيه، ويخليكي لعبد الله وعبد الله يخليه ليكي ويسعدكم يا رب. قولي يا خالته صوتي. سنه وانتم طيبه يا بندق. قولي يا فرح. يلا يا فرحة قولي يلا كلمتك. فروحة معانا طبعا، فروحة جابت لي شوكليت. تعالي ديدة خير خير. بوسة وحضن يلا. شكرا يا حبايب قلبي، ربنا يخليك. باي 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 باي. وانتي طيبة يا روح قلبي ندى. طبعا انا وعبد الله كان لازم نختم اليوم الهادي السهل ده بقعده رومانسيه زي دي، ده في راس البر على النيل، بنعشقها جدا. وكده خلص الفيديو بتاعنا النهارده، اشوفكم في فيديو تاني. باي باي.